سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحة والعافية وبالرزق وبطولة العمر يا ربي، ويرفع علينا الله هذا الوباء. فيديو اليوم كيف ما كتشوفوا معايا فيديو متنوع، وفي حاجات اللي بغيت نشاركهم معكم اللي هي التقدية وكيفاش نقتصدوا فيها، حيت الموضوع اللي كنت طرقت ليه داك النهار فاش مشيت تقدي سم مرجان وقلت لكم اذا بغيتوا كيفاش كنقتصد قولوا هذه على راسي وعينيا وانا نقول لكم كيفاش. واليوم جا النهار اللي مشيت تقديت فيه، هذه التقديه ديال الشهر، ولكن تقديه اقتصاديه بحكم انني خديت تقديه من قبل. نبداو على بركه الله في الموضوع. اول هميزه اللي هي هذه، مشيت لاسواق السلام لقيت هاد المقالي هادو، هاد الباك كيدير ب 100 درهم بالنسبه للبنات اللي ساكنين في المغرب. التحقوا بهاد الهميزه، الصراحه زوينين، وانا مجربه هاد النوع ديال هاد المقالي اللي مغلفين بالغرانيت، والله القسم الا زوينين وما كيحرقوش. نبداو على بركه الله في التقديه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا بديت بالزيت، هاد الزيت هذا خديت هاد جوج اطرو كيف ما كتشوفوا معايا اطرو، وانا كان عندي داك الشهر هاد الزيت هذا حتى هو كنت خيداه يعني قبل، ملي مشيت صافي بقى عندي غير هاد شويه. دابا خديت هاد جوج اطرو، ولكن الشهر الجاي ما غاديش ناخذ الزيت هكا باش كنقتصدوا. يعني انا الزيت داك الشهر ما خديتوش، وهذا الشهر عاد خديته حيت كان عندي من قبل. كيف ما شفتوا معايا كانت عندي هنايا قرعه يعني ديال الزيت ديال الطياب وحده مسدوده عندي في الدار، وخديت وحده. يعني الشهر الجاي نقدر ما ناخذش كاع الزيت، يعني انا وحده كتكفيني الشهر وزياده، كاينه غير انا وليداتي. هذه طريقه كتوفروا بها بزاف بزاف، لا في السكر لا في اتاي لا في كل شيء. كيف ما كنوريكم يعني هذه كانت عندي من الشهر اللي قبل، بقى ليا فيها غير واحد شويه النص، مي هادو غادي يضربوا ليا يعني الشهر الجاي ما غاديش ناخذ الزيت، وهكا كنقتصدوا. كذلك ومثال بالنسبه للزيت ديال القليان، حتى هو نفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا الزيت بقى عندي فيه غير شي شويه، عاد خديت هاد جوج ليترو. يعني الشهر الجاي حتى هو نفس الطريقه ما غاديش ناخذو، وهكا حبابي كتوفروا. وغادي خديت معاهم هاد الفطر هذا بحكم اننا جاي العيد ما غنبقاوش غير في اللحم. اللحم بالنسبه لهاد الكسكسو هذا يعني لقيته ميزه، هادو جوج كتاخذوهم والثالث كيعطيوه لكم فابور همزه، علاش ما نستافدوش منه. خديت هاد لي ساك بوبيل حتى هما غنحتاجوهم بزاف. الملحه راكم عارفين هاد العيد ديال الملحه كلشي كيتصل بها تقريبا. خديت سطون حتى هو ضروري عندي حيت ما خديتوش داك الشهر، دابا خديت جوج ديال لي بواط، واختكم بنت الشعب ضروري من السردين كان حماق عليه ولا غلى على مسكين دايره ب 4 دراهم الوحده. خديت هاد اعشاب مونسيما حتى هما راهم زوينين كندير منهم. هادو خديت منهم حيت ما بقاوش ليا تماما، خديت منهم جوج. هذا يعني الصوص ديال المحار. خديت هاد الملمع ديال الاواني ديال لافيسال حتى هو مبقاش عندي، وخديت هاد السطيله ديال اوني كيف ما كتشوفوا معايا ولا ديال الماجيكس. هادي صراحه تهنيت منها، وهادي راه ما عرفتش كيفاش تزرعت، وائل دارها ليا في هذا يعني صدقت خيداها ما شفتهاش. وبالنسبه للاتاي حتى هو عندي باكيه، وزدت غير باكيه وحده الله يجعل البركه. هكذا معطر ديال البيت راكم عارفين. وبالنسبه لهاد الشابلوغ هادي ديال العبار صراحه زوينه، هادي ما مصوباش بالخبز مصوبه بالروز، كتجي فيها واحد القرمشه رائعه فاش كديروها في الحوت او لا في اللي عندكم. خديت القزبر يابس حتى هو خديت منه كميه، خديت شويه ديال البرقوق بحكم انه عندي ديجا خديت منه. خديت هاد العطريه ديال البايلا دي، بغيت غير نجرب هذاك السيد اللي كنتقدم عنده، الصراحه عنده داك الشيء واعر. كنت شاركت معكم في فيديو قلت لكم الا بغيتو نمشي عنده نصور. خديت شي شويه ديال المروزيه حتى هي، يا راكم عارفين هاد العيد ديال المروزيه والزعتر، راكم عارفين دابا جاينا ضروري باش نهضموا الزعتر، كي كنستافد منه في كل شيء. وهذا هو اللي داير عليه الفيلم، صراحه زوين هاد فليو هذا. بالنسبه للعشاق ديال فليو في اتاي، هذا راه فحالكم دايريني فليو غير هو ميبس، وانا عزيز عليا عرق السوس كيضعف صراحه كيعجبني ناخذه. حتى هو خديت منه كميه. غندوزو لواحد التحليه غنشاركها معكم بصوتها يعني نهار قبل ما ندير هذا الفيديو، صراحه زويونه ولا بغيتو ديروها لوليداتكم في هذا العيد علاش لا. اول حاجه 100 غرام ديال السكر مع 100 غرام ديال الشوكولا مع 50 غرام ديال مركز الحليب، علبه ديال القشده الطريه من وزن 200 غرام، وعندنا 4 اوراق ديال الجيلاتين، وعندنا 4 اطرو ديال الحليب، وجوج الاكياس ديال الكاكاو. غادي نبداو على بركه الله، غادي ناخذ الشوكولا ديالنا وغادي نفرتوها مزيان، وغادي نخلطو معاها
واحد جوج اكياس ديال الكاكاو مع 5 المعالق ديال الماء الدافئ. كيف ما كتشوفوا معايا كنبقاو نزيدو بشويه بشويه، مي في الكل يعني درت 5 المعالق كبار ديال الماء الدافئ باش كيدوب لينا داك الشوكولا. هذه طريقه حتى هي زوينه صراحه، وفي نفس الوقت كتريحك واحد شويه، ما كديريش كله في الباماغي وما كينشفش لك الشوكولا، والماء راه كيعطينا حتى غاناج زوين ولا بريونس في الشوكولا ديالنا. هذه خذوها مني نصيحه. صافي عاد دوزتو في حمام مريم باش نزيد نذوبو اكثر. غادي ناخذ الحليب، غادي نزيدو عليه السكر، غادي نقومو بالتحريك. غادي نزيدو علبه من القشده طريه، غادي ناخذ الحليب المركز، وغادي نقوم بتحريك الكل، وغادي ناخذ الشوكولا اللي ذوبناها حتى هي من قبل، وغادي نخلطوا الكل جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. الصراحه هذه التحليه كتجي اكثر من رائعه واقتصاديه دغيا، يعني كتوجد في دقيقتها. صافي وغادي ناخذ هذوك 4 الاوراق ديال الجيلاتين، صافي وغادي نذوبوهم مزيان مزيان، وغادي ناخذ واحد الاناء صفايه وغادي نصفيو الخليط ديالنا باش ما تكونش عندنا شي تكتلات ولا شي حاجه، غير باش نتجنبو. وغادي ناخذ واحد الاناء ونوضعو فيه لي غلاصون باش نبردو هذاك الخليط ديالنا قبل ما ندخلوها للثلاجه. هاد التحليه كتجي اكثر من رائعه، جربوها لوليداتكم وغادا تعجبكم بزاف بزاف. صافي كنقوم بالتبريد ديال الخليط ديالي. صافي من بعد ما برد ليا غادي ناخذ قالب ديال الفرن، يكون بهذا الشكل هذا او لا يكون غير يعني سامبل ما يكونش فيه هذه الزخرفه هذه. صافي وغادي نوضع ورق المطبخ وغادي نصب الخليط ديالي. صافي وغادي ندخلوها تبرد الوقت اللي عندكم، يعني ساعه ساعتين، اولا الا كما كانش عندكم الوقت ديروها دغيا في المجمد، راه دغيا كتبرد لكم في ساعه. وكتكون بهذه الطريقه هذه كنقدم عليكم بالصحه والعافيه، زوقتها بشويه ديال النعناع وشويه ديال الشوكولا وبودره ديال الكاكاو يعني. وها هي جاتنا تحليه في قمه الروعه والصحه والراحه. بغيت احبابي قبل ما نختم معكم بغيت نوريكم واحد جديد بس صوبتهم ليا واحد الخياطه كاينه في كازا، وبغيت نبارطاجيهم معكم وقولوا لي الراي ديالكم فيهم كيفاش جاكم. نبداو باول الجديديه اللي هي هذه، نتي نقاد ليها على اللياقه ديالها باش تشوفوها اللي هي هذه. انا غادي نلبسها وغادي نوريكم كيفاش جات مخزنيه كتيفة طايحين وفيها هاد الحجرات هكا كما كتشوفوهم، وهاد ديري بحال الشويشات. وغادي نوريكم الجلابة تاني حتى هي خفيفة وصيفية اللي هي هادي، هاهي فيها هاد الشويشات هنايا، وفيها في القب ديالها مغلف كيف كتشوفوا في هذا الرويس هذا، هادو راه معروفين ماشي تقلف هانتوما. ولتحت فيها نتي التحت ديالها فيهم هذا الرويسات هادو كتشوفوا، وجات حتى من اللور ديالها حتى هما. يعني انا غادي نلبسهم وقولي لي رايكم فيهم كيفاش جاوني. وصراحه يلا غنمشي نلبس ونرجع معكم.
وهذه حبيبي هي جلبة ثانية. نتمنى تخليوا لي رأيكم في التعليق وتقولوا لي كيف جاوكم هاد الجلبات هادو. بالنسبة للبنات اللي مهتمين بالأمر غادي نخلي لكم الرقم ديال هاد السيدة هادي في صندوق الوصف. صراحة تعامل وأخلاق وأتمينة جد جد مناسبة. كنتمنى لكم مرة أخرى عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحة والعافية إن شاء الله، وما تنسونيش في تعليقكم الزوينة اللي كتشجعني وكتفرحني على فيديو جديد في القناة. مع السلامة.